مفنين للجمعة من 9 نص نهار جوك 9 دوز مع كوثر البردي. اليوم مش نقترح عليكم حاجة نجم تكون كادو في سان فالونتا. كادو هيل على خاطر سمها معقول اي سورتو تسحر، تسحر بالمعنى الصحيح. علاش؟ على خاطر هي اودو تواليت اسمها اكلا فام، معناها واضح من اسمها البريق ما فيش كيفو. زيدا الاودو تواليت هذية هي معروفة للجمال الرقة والفاعلية. علاش؟ لأنها الأودو تواليت هذه معمولة من أزهار الياسمين، من زهرة الياسمين أو من أوراق الياسمين بالأصح. وأحنا التوانسة تعرفوا أن الياسمين معناها حاجة بالنسبة لنا تنعش الروح، تسكن للقلب الريحة متاع الياسمين. اللي شم الياسمين الريحة متاعه ما تمشيش، على خاطر حاجة نحبوها ياسر ياسر. دونك البخفان هذية مركزة في 50 مليلتر كلها فيها أوراق الياسمين والمدالين المندغين وخشب الصندل اللي هو بوا سانتال. هذوما البوا سانتال مقطوف في المهد متاعه، معناها كلي من بلاستو يبدأ مازال صغير. وتعرفوا اللي تاريخ العطور في فرنسا معروفة بالبوا هذية سانتال اللي هو يخلي الريحة ياسر تولي مركزة وبينا. دونك أودو تواليت من أروع ما يكون. كيف كيف الأودو تواليت هذية عندها كريم بور لو كور نفس الريحة، وهذيك علاش كي تعملوهم الاثنين الريحة تكون أكثر أقوى، تقعد أكثر وبنينا برشا برشا. ومعها نفس الشيء ديدورون، الديدورون كيف كيف في نفس الريحة اللي هي الياسمين والمندغين والبوا هذية سانتال. باش نعطيكم توا فكرة على لا ديفيرونس انتر انتي بيرسبيران وديدورون. الديدورون هو ينحي الرائحة الكريهة يقضي عليها. لانتي بيرسبيران هو ريغل لا ترانسبيراسيون، معناها ينظم او يعدل التعرق. سؤال سهل برشا برشا، واش تربح الاودو تواليت هذه ومعها كريم بور لو كور ومعها ديدورون ومعها فيرني معها روج ليفر كادو قمقوم سان فالونتان دلتنا اوريفلام. قلنا المكون الاساسي للاودو تواليت هذه هو الجسمة. مبروك مبروك عليك يا حسام، مبروك عليك اللو هذي المزيان.